السلام عليكم، جبت فيديو جديد. فيديو راح يكون على تليفون جديد من سامسونج اللي هو سامسونج M32. قبل ما نشوفو سعر التليفون هذا ونهضرو عليه، متنساوش تشتركوا في القناة باش تشاركي ندير جيم فيديو سكرام تحت في راسي بلي ابوني. وين نبداو بأول حاجة نشكل التليفون هذا. التليفون مرجع ونحاول النوتش، ما داروش فيه النوتش، وسامسونج بداو ينقصو من النوتش وبداو يرجعو للشكل اللي كان قبل النوتش تاع الكاميرا. وكاين اللي يفضلو هذا وكاين اللي يفضلو الاخر، كل واحد كيفاه. شكل الكاميرا داروا الشكل هذا المربع، وهذا الشكل الوحيد اللي باقي لي معجبنيش في سامسونج. الاشكال الاخرى كامل داروهم مليح، هذا الشكل اللي داروا كاميرا مربعه ما جاتش كامل عليها. الكاميرا مربعه هكذا ما جاتش مليحه بزاف في سامسونج، بصح صح في التليفون ماشي في الشكل. نجو المواصفات التليفون هذايا باش يجي. نروح المواصفات الاساسيه واللي عجبتني كامل فيه. الشاشه تاعو تجي سوبر امولاد، اللي بالنسبة لشاشات سامسونج من أقوى الشاشات، ويجي بتسعين هرتز، هذي عفسة ثانية مليحة. البروسيسور اللي يجيب به التليفون هذا يجيب بهيليو جي 80 من ميديا تاك. نسخ ستوكاج اللي فيه يجيب 64 جيجا و 4 رام، 128 جيجا و 6 رام، 128 جيجا و 8 رام. وبالنسبة حجم الشاشة تاعو يجي 6.4 انش. كاميرا تاعو الأساسية تجيب 64 ميجا بيكسل، والأخرين يجيو 20-20. هادو مواصفات اللي وحدة 8 وحدة زوج زوج. هادو هما كم كاميرا تاعو باينة تكون عادية، ماعرفتش حاجة قوية بزاف. والكاميرا الأساسية تاعو 64 ميجا بيكسل، ما داروش كثر. بالنسبة للمواصفات تاع التليفون هذو هما. السعر تاعو بالنسبة للسعر تاعو شحال راهو يدير هاد الأيام؟ السعر تاعو راهو من 4 ملايين و 400، ربع ملايين و 400، تقدر تلقاو أكثر تقدر تلقاو أقل من هكذا. نسخة 6 رام 128 جيجا، وهاد النسخة يتبان لي أنا مليحة، خاطر هاي بين 8 رام و 4. ستوكاج 128 تكفي، و 8 رام نحسها زيادة، برك 6 رام تكفي. هذا هو سعر التليفون هذايا. هذا هو فيديو اليوم، إن شاء الله في الفيديو هذا فتكم به. كما قلت لكم اشتركوا في القناة وشاركوا نجرب فيديو صغار في الوصف ودي لي ابوني، شوف فيديوهات هيدرا من قبل في القناة. نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله، والسلام عليكم.